بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. الكلام في من أسرف على نفسه ودخل في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، رحمهم الله فشرع لهم التوبة، فإن تابوا يدخلوا الجنة، وخيال المعاصي أو الشهوات ما يحولش بينهم بالمنافع. ليه؟ لأن الذي وعدهم رحمن، أدي المعنى هي التي وعد الرحمن وعباده. طيب، حين يعد الرحمن وعدنا في قرآنه فآمنا به غيبا، حجة الإيمان بالغيب فيما لم يوجد بعد المشهد الذي نراه الآن، فإن الكون قد خلق على هيئة مهندسة هندسة لا يوجد أبدع منها، شمس وسماء ونجوم وقمر وأرض وهواء وكل هذه المسائل. فالذي أبدع لنا هذا في الفانية حين يحدثنا عن الباقية يبقى صادق ولا مش صادق؟ لأنه عمل في الفانية الشيء العجيب اللي ما حدش يقدر عليه. ده احنا قلنا زمان إن علشان لمبة نمرت 5 ولا 50 ولا فلوس ولا بتاع، شوف بقى قعدوا قد ايه على ما يبتكروا لها القواعد العلميه، وقعدوا قد ايه على ما يجيبوا الامكانيات ويجيبوا الرمل ويصاروا ويعملوا مش عارف ايه، وقعدوا قد ايه ولها قوه، وبعدين بعد مده كده تنحرق اللمبه او تنكسر. الشمس اللي عماله تنور نصف الدنيا دي ولا اله ولا اصلاح ولا صيانه ولا ابا، ايه ده؟ مساله عجيبه قوي. يبقى لازم نفهم انه اذا اخبرنا عن شيء غيبا يبقى ايه هو اهل له. وتوعد الرحمن، وعد، قال لك الوعد يبقى ايه؟ بشارة بخير لم يأتي زمنه بعد، ليحث الناس على ان يجتهدوا ليصلوا ايه اليه. وعد الرحمن عباده بالايه؟ بالغيب. وبعدين قال لك وما دام الرحمن هو اللي وعد ان وعده ايه؟ كان مأتيا، يعني وعده محقق. مأتيا، مأتيا يعني احنا نروح له، ما هو مأتيا يعني احنا ناتي للوعد. ولذلك العلماء يقول لك ان وعده كان ما ايه، ان وعده كان ايه، انه كان وعده مأتيا يعني آتيا، وجاب اسم المفعول ويريد اسم الفاعل. لا باشا بقى، يعني المساله كده سهله قوي، ان جاب كده نشوف كده. ما دام الوعد للرحمن ووعده لا يتخلف، يبقى الموعود به ثابت في مكانه، فالشاطر بقى هو اللي يروح له. الشاطر هو اللي ايه؟ يروح له بايه؟ بانه يسلك له العمل الصالح اللي يؤديه اليه. يبقى الوعد ايه؟ الوعد ثابت لانه من الله، مش هيتغير مكان ولا اي حاجه، بس الشطاره انك تعمل ايه؟ انك انت تروح له بقى، تروح له بايه؟ بالوسائل بتاعته. إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها، يعني في جنات عدن بقى لا يسمعون فيها لغوا. اللغو هو الكلام الفضولي اللي ملوش فايدة، وغنوا عنه كلام وقت قتل وقت كده ملوش دعوة. يبقى الكلام لازم يكون إيه؟ كل كلام له غاية. نسيبنا من الفضول في الكلام، لأن معنى فضول الكلام ضيعت طاقة، طاقة متكلم وطاقة مستمع وطاقة وقت، وما فيش فيها حصيلة ولا غناء. لا يسمعون فيها لغوا، أي وإن كانوا قد سمعوا في الدنيا لغوا كثيرا، أهيدي مش هيسمعوا فيها إيه؟ لغو. لكن حين يستسد الحق ولا يسمعون فيها لغوا إلا إيه؟ إلا سلاما. ساعة ما تجيب أداة استثناء من مستثنى يبقى معناها انه لولا الاداه لدخل هذا في الايه؟ في اللغو، مش كده ولا ايه؟ تقول ايه؟ تقول ما قام القوم الا زيدا. يبقى الا دي عملت ايه؟
أخرجت زيدا من القوم، تبقى لا يسمعون فيها لغوا إلا إيه؟ يبقى السلام من إيه؟ من اللغو. قال لك هنا بقى الكلام اللي إيه السلام المقصود؟ تحيتهم فيها سلام من الملائكة مثلا، أو السلام هو السلام من آفات الدنيا، ما فيش حاجة أبدا تحصل من ما يحصل، ما يحصلش مغص، ما يحصلش عرق، ما يحصلش كتب، أبدا ما فيش حاجة، سلامتهم في كل إيه؟ الشيطان ما يتدخلش في أعمالي، يبقى دي سلامة. سواء كانت هذا، إنما هو بقول لا يسمعون، فكأن الكلام مما يسمع، اللغو مما يسمع، لا يسمعون فيها لغوا إلا إيه؟ إلا سلاما. يبقى السلام لازم يسمع، يبقى هو سلام الإيه؟ تحيتهم فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم وعيونهم خلاص. هو ذا الكلام أم قال لك وكل كلام يقال سلام، كل كلام يقال إيه؟ يبقى كله سلام، ما فيش فيه أبدا شر. طيب إزاي استثنيه من اللغو؟ أم قال لك خد بالك في حاجة عند في اللغة يسموها المدح، تأكيد المدح بما يشبه الذم، يعني أكنك أنت عايز تمدح واحد وبعدين عايز تأكد المدح، بس جبت التأكيد بما يشبه أنك بتذمه. إزاي مثلا؟ يقول لك والله لا عيب في فلان إلا أنه شجاع. الله الله، ده أنت لما قلت لا عيب في فلان قلنا لما تستثني هتجيب عيب، ده أنت جبت صفة كويسة. أم قال لك إن عددت الشجاعة عيبا فيبقى هو ده اللي فيه، إن عددت الشجاعة عيب يبقى هو ده اللي فيه، يبقى كأنك إيه قلت ده ما فيش فيه عيب أبدا إلا إذا ارتكبت محالا وعدت إيه الشجاعة. لا عيب في فلان إلا أنه كريم، لا عيب في فلان إلا أنه تقي رجل صالح، وهو ده عيب. أم قال لك والله إن عددت عيب، أهو أنا قعدت أدور له على عيب ما لقيتش، فأنا قلت الكلمة دي، فإن كنت تعتبر دي عيب يبقى فيه عيب، يبقى ما دام علقتها على محال يبقى وجود العيب فيه محال، يبقى كأنك أكدت إيه؟ أكدت مدحه. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أهدي برضو حتة بكرة وعشية، ده الجنة ما فيهاش لا بكرة ولا عشية، لا ليل ولا نهار، بكرة وعشية أي بمقاييسكم أنتم، بمقاييسكم إيه؟ بمقاييسكم أنتم، يعني ما دام اقول بكره وعشيه والزمن لا منحصر بين البكره والعشيه يبقى معناها رزقهم دائم، بدليل انه قال في ايه اخرى اكلها ايه؟ اكلها دائم وظلها. ولهم رزقهم، لهم فيه فرق بين علينا ان نرزق ولهم رزقهم، احنا قررنا كده وبعد ذلك الرزق بقى لهم خلاص انتهت المساله دي، فرق ايه؟ فرغ منها ان الرزق لمين؟ ان الرزق له، والرزق ما ينتفع ايه؟ ما ينتفع به. ام قال لك الرزق مره يجي للواحد بقدر ويجي لنا بزائد ويجي لنا بزائد، ام قال لك لا ده محاص على قدر ما اعددت من عمل. قال لك ولكن من رحمه اهل الجنه ان اللي حتى اللي مقصر في عمل لا يشتهي الا على قدر عمله، ما يشتهيش يعني مفتوح كده انه ما يشتهيش الا على قد ايه؟ على قد عمله. وما فيش ونزغنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل اخوانا. ام قال لك ليه؟ طب ونزعنا ما في صدورهم من غل، طب موجب الغل في الدنيا ايه؟ ان انا اشوفك احسن مني، اشوفك عندك مش عارف ايه، طب وانا ممكن اشوف منازل. ام قال لك لا ده ساعه ما يشوف واحد منزلته اعلى منه يقول يستحق يا عم، ما هو كان حايس نفسه وانا كنت عمال داير على عل شعري. ينبسط لمين؟ يسر. يجي واحد مثلا زي ما ينجح يقول لك والله يستحق، ده هو كان ينسى ولا كلمه، ده طول عمره مذاكر وعينيه مقمقه، يعني يبقى الخير يعمل ايه؟ يفرح. والغل والحقد منزوع من مين؟ من الناس. ولهم رزقهم فيها بكره وعشيه. ويكفي ان تعلم ان الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، والنبي عليه الصلاة والسلام يشرح الكلمة الموجزة دي يقول فيها ايه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ايه؟ طب ان هو كده شوف للأفراد بتاع كل واحدة منه، العين
تدرك أكثر من الأذن؟ لا، الأذن تدرك أكثر من العين. ليه؟ قال لك لأن العين مش هتدرك إلا ما وقع في محيط مرائيها، إنما الأذن هتسمع مرائي الغير ويحكي لي، يبقى أوسع ولا لا؟ طب وما خطر على قلب بشر؟ ده دي واسعة قوي، يقعد يتخيل بقى، يتخيل إيه؟ يتخيل الأخيرة. وهذا هو السر في أن الله يعبر عن متع الجنة بأشياء موجودة في الدنيا، رمان وفاكهة ولحم طير مما يشتهون والكلام والريحان، بيجيب حاجات احنا عارفينها في الدنيا. طب ما دام احنا عارفينها في الدنيا، أم قال لك لأن ما دام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى لغاتكم ليس فيها لفظ يؤدي هذا النعيم، لأن اللغة بتوضع اللفظ اللي أدركته وانت دي ما تدركتش، فهتوضع لها ألفاظ ايه؟ يبقى إن حب يقرب لك المعنى يجيب ايه؟ يجيب شيء مما ايه تألمه، ولكنه ينزع منها الشوائب، ينزع منه ايه؟ وأنهار من خمر، بس يقول لذة للشاربين. يبقى نفى عنها سوء خمر الدنيا، لأن خمر الدنيا مش لذة للشاربين، إلا لما تشوف كده أي فيلم ولا حاجة وناس بيشربوا مدعوقة دي، تقوم تلاقي الواحد منهم يمسك البتاع ويدلقها ببقه دلق بسرعة، يمررها بسرعة. ليه؟ لأن لازم طعمها وحش قوي، مش زي ما يمسك كاس ليمون ولا كاس مانجا ولا كاس برتقال كده يمصمص فيه مصمصة كده. يبقى اللي بيعملوا كده دليل على إن ما فيهاش لذة، وبرضه دي بتغتال العقل وديك لا غول فيها. يبقى وإن جاء لها بأمر من أمور الدنيا فقد إيه؟ صفاه من إيه؟ إن شاء الله. وأنهار من عسل مصفى، ما فيش فيه لا حصى ولا فيه مش عارف ايه ولا فيه ولا بيه. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. إذن بيجيبها حاجة من الدنيا، لأن ما فيش لفظ يؤدي اللي موجود في الايه؟ في الآخرة. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة، بتدينا صورة عنها، التي نورث من عبادنا من كان تقيا، اولئك هم الوارثون الذين ايه؟ يرثون الفردوس. ازاي يرثون ايه؟ وكان في حد ناس هنا الاول وبعدين هنيجي ناخدها منهم. اما قال لك الارث يجيء اليك من واحد مات، أنت إذا نظرت إلى خلق الله وجدت الحق سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق عرف من يعصى باختياره ومن يكفر باختياره ومن آمن باختياره ومن أطاع باختياره، مش عشان يرغمهم عشان يفعلوا، لا، ده هو عالم إن ده هيستعمل اختياره في كذا واختياره في كذا. إذن فرح الخلق كلهم أعد لكل واحد مكان في الجنة على فرض إن كل الخلق مؤمن طائع، وأعد برضو لكل الخلق أمكنة في النار على فرض إن كل الخلق عاصي. مش بعدين لما يحصل الحكاية نلاقي فيه زبقة، لا، ده على فرض إنهم كلهم عاصيين عنده مكان في النار، على فرض إن كلهم طائعين عنده مكان في الإيه. طب إذا بقى، إذا لما يدخل أهل النار النار، أماكنهم في الجنة اللي كان معدها لهم تروح لمين؟ نقول له وزعها على اللي في الجنة بقى يورثوهم ولاد الإيه. نعم. من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الله، سياق الأسلوب كده انتقل نقلة جامدة. وما نتنزل، ده كلام بحد بيتكلمه، من اللي بيتنزل؟ ده الملائكة هي اللي بتتنزل، يبقى الكلام ده من الملائكة. النقلة دي ايه دي؟ أم قال لك إيه؟ الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن الجنة واللي خلف من بعدهم خلفه وتابهم وعملهم وإلى آخره، بعد ذلك عرض لأمر حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر أنه حينما نزل عليه الوحي، الوحي قلنا أنه ملك ومحمد بشر، يتطلب أن يلتقي الملك بقانون ملكيته إلى البشر بقانون بشريته. التقاء جنسين، جنس أعلى وجنس بشري كده، يبقى حاجة عملية صعبة. فكان ولا بد أن يحدث إما تغيير في الملك
فينزل على صورة بشر، وإما تغيير في البشر بأن يرفع إلى مستوى يقرب من الملك عشان يأخذ منه. وذلك ما كان يحدث لرسول الله أولا حين يجيء الوحي، فغطني حتى بلغ مني الجه وإن جبينه لا يتفصد عرقه. ده تفاعل في جسمه، لأن إيه؟ لأنه هيلتقي بمين؟ بملك. يبقى لازم عملية كيماوية في جسمه، وبعد ما يصر عنه كل حاجة إيه تروح. اللي يقعد في ريحه يقول ده رجل النبي لو كانت علي، ساعة ما يكون الوحي نازل عنه كأن جبل علي. ولا إذا كان راكب دبة والوحي بينزل الدبة تقط يعني تنخ كده من الثقل. ولذلك إنا سنلقي عليك إيه؟ قولا ثقيلا. إذن فحين يجيء الوحي أول ما يجيء لرسول الله بيحدث في رسول الله ما إيه؟ تعب. ولذلك يجي على طول يقول زملوني إيه؟ دسروني يعني غطوني زي الحمى، لأن كيماويته حصل فيها إيه؟ فكان يتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مباشرة الإيه؟ الوحي أولا. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الوحي يفطر عنه مدة لحد ما يرتاح، فإذا ما ارتاح التعب يروح وتبقى حلاوة ما يوحى، يوم يشوق هو للوحي. ساعة ما يشوق للوحي الشوق ده يخفف عنه المتاعب. شوف بقى لما يكون واحد رايح إلى مكان يحبه يقول لك ده موحد، يقول لك زي بعض ويقعد يقرم ويتلطش، ده فيه شوك وبعد ذلك يقعد يشوك شجر التفاح على الجبل، تلتفت تلاقي ناس صرعة وناس ميتين وناس عمالين بيهبشوا. الله، إذن الحب للشيء بيعمل ايه؟ بيعمل شبه تخدير، ما يشعرش. فقال لك هو تعب من الأول، وبعد ذلك نريحه شوية تقوم آثار التعب تزول وبقيت حلاوة ما أحيى إليه. يبقى هو اللي يعمل إيه؟ هو يشوق بقى للوحي، شوقه للوحي ده يخفف عنه الإيه؟ ولذلك يقول الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله، إذا العملية كانت إيه؟ صعب إيه؟ صعب عليه. ولذلك قلنا لما فطر الوحي شمت فيه من؟ الكفار. طب الأغبية يقولوا ايه؟ بس شوف عشان تعرف الغباء، ان رب محمد قد قلاه يعني ابغضه وتركه. اشمعنى دلوقتي عرفت ان محمد له رب؟ ما كنت بتقول ده كذاب. طب وقلت رب منين ده؟ قال بقى في البوجت وفي الحاجة تفتكروا ان ربه عمله، ولما في الايمان لا ده جايب الكلام ده من عنده. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي لهم درسا كونيا، كوني يعني أمر مشاهد يشهده المؤمن والكافر في أمر كوني ظاهر. قال لهم أنتم عندكم الأحداث لا بد لها من زمن، والزمن نوعان، يا ليل يا نهار. الليل له مهمة والنهار له مهمة، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فإياك أن تنقل مهمة الليل إلى النهار ولا مهمة النهار للليل، لأن الليل سكون عشان تقدر على الحركة، والحركة موجودة علشان استبقاء النوع واستبقاء الحياة. يبقى لا ده يستغنى عن ده ولا ده يستغنى، يبقى مش متضادين، يبقوا متكاملين، ده بيكمل ده. فقال لهم انتوا بتقولوا الوحي فتر عنه وسابه، طب نشوف كده. والضحى، نهار الضحوة دي، والليل إذا سجى، ادي اتنين متقابلين. ما ودعك ربك وما قلى، طب وايه القسم ده علشان توديع ما قلى؟ أم قال لك هو كون الليل يجي فيه السكون ما فيش فيه حركة، يجي بعد النهار، يبقى معناه اننا مش هنطلع النهار تاني ولا ايه؟ هنطلع النهار تاني، بس احنا عاملين له عشان ايه؟ عشان الراحة. وبعدين تستقبل لما تقدر ليل سكن كده ترتاح فيه، تصبح الصبح ايه؟ ولذلك حلو. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وتجد دقة الإعجاز في الأداء. ما ودعك، أدي كف المخاطب، ما قالش وما قلاك،
لأن التوديع يكون لمن تحب ولمن تكره، لكن القلة لا يكون إلا لمن تكره. فما خطبوش بالكاف الخطابية في القلة، ولكن خاطبوا في الإيه، وانت بتودع حبيبك كده، تودع حبيبك. طيب ما ودعك ربك وما قلى، وبعدين إيه الإيه، ولا الآخرة خير لك، مش الآخرة يعني ده الفترة الأخيرة اللي جاية لك هتبقى أوسع من ذلك. ليه؟ لأنها ستأتي بلا تعب وبلا مشقة، وجمارة القرآن بعد ذلك تأتي في هذا الإيه، في هذا اليسر والإيه والعسر. أهي وما نتنزل، لما عابوا وقالوا ده رب محمد قال محمد ولا عادش الوحي بينزل، أو أنها جاءت بعد حادثة سورة الكهف، لما جموا سألوا هادو قالوا نسألوا نقول لي، قالوا اسألوا عن فتية وعن راجل طواف وعن مش عارف ايه، وبعدين قال انا اخبركم غدا، وبعدين منزل ما جاش له الوحي، وقعد مدة طويلة لدرجة هو ما ايه، فبقولوا يا سيدي هو قال لنا اقعدوا يومين، ولا ما قعدنا بقى انا 15 يوم اهو. فرسول الله زعل، فربنا قال وما نتنزل الا بامر ربك، ننزل بالامر ونغب بالامر، يعني دي لها امر ودي لها ايه، لها امر. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا يعني اللي أمامنا، وما خلفنا، وما بين ذلك، وما يعني اللي بين، يعني شوف سبحانك يا خالد، له ما بين أيدينا يعني إيه، وما خلفنا. طب واللي موجود بين الخلف والأمام اللي هو أنت، مش له ولا مش له؟ يا سلام عليك. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، يعني له المالك وله المملوك، وله المكان وله المكين، وله الزمان وله الزمين. نعم. وما كان ربك نسيا، ربنا هيطبع يرسل رسولا وبعدين ينسى كده انه يمد بالمدد، يعني بعته كده، لا، وما كان ربك ايه نسيا. رب السماوات والأرض، طب ايه العلاقة بين ربك نسي ورب السماوات والأرض؟ أما قال لك ده السماء والأرض الهندسة الكبيرة دي، لو أنت عرفت إن قيومية الحق هي اللي ماسكاها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أوعى تفهم إنها قانون كده وماشي، لا، ده ممسوكة بيد القيومية، ممسوكة بيد الإيه؟ القيومية. القيومية دي أنه قائم على كل أمر، ولذلك يجي يقول لك إيه يا عبادي أنتوا تناموا بالليل علشان ربكم ما بينامش، قيوم ولا تأخذه سنة ولا ايه، ولا تأخذه سنة ولا نوم، الرب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، ما دام الأمر كده بقى، رب السماوات والأرض ويعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وربنا ما بينساش، يبقى يستحق أن يطاع فيما أمر ولا ما يطاع شيء. ده هو قبل أن يطلب منك تكليفا تفعله أعطاك قبل التكليف عطاء لا تستطيع أن تعمله لنفسك، ولا كلفكش إلا بعد البلوغ بعد 15 سنة، وبقية المدة إيه؟ عمال تربع في الإيه؟ عمال تربع في الإيه؟ في النعم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر العبادة. وكان يأكد من رب السماوات والأرض ومنه رب العالمين، ربكم ورب آبائكم الأولين، كل حاجة، لأن كان الجماعة القدامى ويعني ناخد منهم قدماء المسلمين، عاملين للسماء رب، وللأرض، وللجو، وللأموات، ولمش عارف للزرع رب، ولكل حاجة لها إيه رب. ولذلك رب العالمين، رب السماوات والأرض وبين رب العالمين، ربكم ورب آبائكم الأولين، كل حاجة يقول لك لا، ده هو رب إيه، رب واحد، رب السماوات والأرض وما بينهما. من دام كده بقى فاعبده، رتب العبادة على الربوبية، رتب العبادة، العبادة طاعة، طاعة أمر وطاعتنا نطع، ده فينا وفينا. أما قال لك ليه ما تطيعوش، ده في الريف عندنا في الفلاحين، لما الراجل يقول لابنه اللي بيتنح له يقول له يا ابن اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي، انما تاكل لقمتي وتتنح ليا ما تنفعنيش انت، مع السلامه، ما تجيش لي. فاحنا واخدين نعم ربنا، وبعد ذلك نشوف هل هو طلب منك شيء يعود عليه، ملكه كله، نقول اللي انت شايفه انت والملك وده كله لا يزيد في ملك الله قدر، ايه يعمل ايه؟ ده هو له صفات الكمال قبل أن يخلق الخلق،
وبصفات الكمال فيه خلق الخلق. إذن الخلق مش هيدي له حاجة زي دي. يبقى أمال بيطلب منك أوامر ونواهي ليه؟ قال لك بيطلب منك أوامر ونواهي علشان حركة حياة الخلفاء من البشر ما تتصادمش مع بعضهم. وما دام الحركة ما تتصادمش يجي ارتقاء. إنما أنت تبني وده يهدم ما يجيش ارتقاء. يبقى لازم يكون هوانا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون هواه إيه؟ تبع لما جئت به. لأن لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والإيه؟ والأرض. يبقى إذن التشريعات كلها معمولة عشان صالح مين؟ عشان صالحنا احنا. يبقى كده يبقى كان لازم يطاع، لأنه لا ينتفع بطاعتك ولا بعبادتك، وأنت المنتفع بطاعته وعبادته. يبقى كان واجب إنك أنت فاعبده واصطبر لعبادته. العبادة هتبقى شوية شقة. ليه؟ لأن منها أوامر ومنها نواهي. يأمرك بأشياء تشق عليك أن تفعلها، وينهاك عن أشياء أنت نفسك تفعلها. الله. تبقى العملية يبقى الأمر فيه مشقة فعل، والنهي فيه مشقة ترك، لأنك أنت تهوى هذا الشيء وينهاك عنه. تبقى دي شقة ولا مش شقة؟ أم قال لك إيه تبقى شقة؟ يبقى عايزة إيه؟ عايزة صبر. طب الصبر ده من مين؟ منا كلنا. أم قال لك لكن الأغيار مستولية على البشر. يقول لك بقى ساعة ما تشوف واحد قسى عليك انت اصبر عليه، عشان لما انت تجيلك ظرف تقسو على الغير يبقى يصبر عليك. ولذلك قال وتواصوا بمين؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالايه؟ وتواصوا بالصبر. لان مش كله قال لك ايه؟ ان استحملت الناس ربنا يرزقك باللي يستحملك. ربنا يرزقك باللي يستحملك. الناس تكشف فيها ربنا يرزقك مقصة كده حاجة كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يكون فيه الإنسان عمل في الإنسان ذنب ولا سيئة ولا حاجة يقول له شيخ اغفرها لأخيك، لأنك أنت لو عندك سيئة عندي أنا تحب أن أنا أغفرها لك. ومدام أنت تحب أن أنا أغفر لك السيئة يبقى خلاص بقى تغفر السيئة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنتم مش بتحبوا دي؟ طب اشمعنى لما تبقى حاجة في إيدك ما تغفرهاش لصاحبك؟ وهو أنت بتفهمش أنك هتتطوع؟ لأنك إن غفرت لإنسان سيئة أصابها معك ربنا مش هيضيعها، هيجي في غفلة منك وتعمل سيئة في غيرك يغفرها لك قدها. ولذلك يقول لك المقص حتى في الستر. يقول لك مثلا واحد فضح بفضيحة ليست فيه، ادعي عليه فضيحة ظلما، ربنا يقول له كونك اتهمت ظلم كده مش هضيعها لك، انت لك عندي فضيحة استرها عليك. لك عندي فضيحة ايه؟ ولذلك من فضح بما لم يفعل ستر عليه ما فعل. يقول له انت لك عندي واحدة ايه؟ مش هتضيع من عندك ابدا. فكذلك الخلق. يبقى نصطبر ولا ما نصطبرش؟ واصطبر لايه؟ لعبادته. الله الله. واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ هل ما احنا قلنا زمان السمي اختلف العلماء في تأويلها. السمي هو الذي يساميك، يعني انت تسمو هو يحب ايه؟ يسمو عليك. يبقى لا يوجد الا في التعالي، لا يوجد الا في الايه؟ في السمو. فقال لك لا يوجد له سمي، يعني لا يوجد له نظير يساويه في العلو ولا مثيل. يشهد لذلك قول الحق ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، فيش حد زيه. يبقى ادم يبقى سمي، يعني شيء يساميه في صفات الكمال ما تعرفش له سمي. ولذلك في قصه يحيى احنا قلنا ايه؟ انني عامل اسميه ومش عارف ايه، وحبعت لك غلام ومش عارف ايه ملوش سمي، يعني ملوش نظير. نقول له اهي الكلمة بتاعت يحيى دي ان ملوش سمي هي اللي هتخلينا نعدل في الكلام ده. ليه؟ لان قلت لم نجعل له سمية حنوها باق غلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبله ايه؟ سمية. يبقى اكن ما فيش حد حيبلغ درجته في السمو. يبقى اين ابراهيم واين اسحاق وأين يعقوب وأين موسى؟ هم دول مش على الأقل زيه؟
تبقى اللي ما تعرفش له سمي يعني ايه، يبقى لازم تعدل في سميه دي. السمي يعني واحد يسمى باسمه، واحد يسمى، ولذلك تقول ده فلان سمي فلان، سمي يعني على ايه؟ على اسمه، سمي على اسمه. بعد ذلك نيجي نقول كان ربنا لما قال له انا هسميه يحيى وانت ما الاسم ده لسه اول لنك، ما حدش سمى نفسه من قبل، ولذلك قال من قبله سمية، انما بعدين الناس سمى تبقى اول اسم له. طب ولما يقول هل تعلم له سمية للرحمن، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، هل تعلم له سميا يعني حد على اسمه؟ نقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذه الآية من ربه وأطلقها تحديا، وفي الكون كفار بالله وملاحده وعندهم شراسة حتى في التعبير عن الله، ما فيش واحد كده شملول كده وشاطر وجدع كده ويجي يسمي ابنه الله؟ ما حصلتش مع وجود مين؟ مع وجود الكفار والملاحدة والمعندين والبتاع، ليه ما قالش كده؟ والله هو مؤمن بالله ولذلك خايف ان هو يروح للاسم ده لا يجرى له حاجة، وإلا لو كان صحيح مؤمن بأن ما فيش إله ثم يسميها يقول لك أيوة حسام الله يا سيدي، ما شوف إيه. طب إذا جاز هذا قبل أن تطلق التحدي، بعد التحدي دي ووجد ملاحدة، ما فيش واحد يتجدع عن كده يقول أنا هسمي نفسه؟ أبدا، ولا حصل، ما حصلش. ليه؟ لأن الله قال، وإذا قال الله ملك اختيار الخلق ويعلم أنهم لن يجرؤوا على أن يقولوا هذه الإيه؟ هذه الكلمة. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. الإنسان مين بقى؟ لازم الإنسان الكافر، وإلا فالذي آمن آمن بالله واليوم الآخر وآمن بكل حياة. يبقى إذن كلمة الإنسان لها إطلاقات، قد تطلق عموما لكل إنسان وقد تطلق خصوصية لبعض الناس. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل؟ من اللي بيحسد؟ طب ما هم ناس بيحسدوا ناس، يبقى أم يحسدون الناس يعني بخصوصهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الله، يبقى الناس مقول لهم وقائلين، لا ده لازم قسم كده وقسم كده. يبقى كلمة الناس قد إيه؟ تطلق ويراد بها العموم، وتطلق ويراد بها خصوص ايه؟ ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل. الناس مراد به رسول الله، مراد به مين؟ رسول. يبقى قد يطلق كلمه الناس ويراد بها عموم الافراد، وقد تطلق ويراد بها الايه؟ الخصوص. هنا بقى اللي يراد به ايه؟ ويقول الانسان، اللي هو واحد من الناس، يبقى الانسان اللي هو بقى لازم الكافر اللي هو بايه ما يؤمنش بالايه. ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. يقول له إيه العجب فيني؟ ده الرد سهل قوي. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، لأن تعاد من شيء أهون من أن إيه؟ طبعا دي يعني. ولذلك هو الذي يبدأ الخلق ثم إيه؟ وهو أهون عليه. وقلنا أن أهون دي مش على حقيقته، لأن أهون تدل على أن فيه هين وفيه صعب وفيه أصعب، لا ده هو أهون في عرفكم، خليكم انتوا كده. يعني كونك توجد شيء من عدم أو توجد شيء من موجود، إن هو اللي أسهل عندك، ده في عرفكم انتوا، إنما ليس هناك شيء هين وأهون ولا صعب وأصعب بالنسبة لله. ليه؟ لأن الهون وأهون وهين وصعب وأصعب إنما ينشأ من طاقة القدرة على الفعل قوة واستمرارا، وقوة الحق سبحانه وتعالى قوة إيه؟ ملهاش، ده ما بيعالجش، ما بيشيلش الحاجة كده، بيقول كن فيكون، بس كل شيء مطمور فيه تكوينه، كن فيكون. أولا ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى إيه؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، هي واحدة مش كده. هنقعد بقى أن ولذلك لما سئل في أفعال الحق سبحانه وتعالى بيقولوا للإمام علي إيه؟ بيقولوا له إزاي ربنا يعني يحاسب الناس كلهم كده في وقت واحد؟ قال الله يا أخي كما يرزقهم في وقت واحد. المسألة إيه يعني سهلة؟ نعم.
ويقول الإنسان أي الكافر الذي لا يؤمن بالبعث أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان، يعني لو تذكر هذه. ولذلك هناك في آخر سورة سيدنا يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لو كان فاكر الخلق الأول ما كانش يضرب المثل. قال من يحيي العظام وهي ايه؟ يقول يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وبعدين يجي بقى الأفضل، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا، الشجر الأخضر اللي فيه المائية دي جعل منه ايه؟ جعل منه النار. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. الحشر هو انهم يقومهم كده ومجتمعين ويطلعوا زفه للنار. فوربك لنحشرنهم اجمعين. والشياطين اللي كانوا بيعملوا لهم ايه؟ اللي كانوا بيغروهم على الايه؟ على المعصيه. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يقال جسى يجسو فهو جاس يعني على ركبته، يعني ينزل كده على ايه؟ على ركبته. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. لننزعن، النزع هو خلع بشدة، ولا يقال تنزع الا اذا كان المنزوع متماسك مع المنزوع منه. ولذلك في الحق سبحانه وتعالى لما يجي للملك ايه؟ قل اللهم ايه؟ مالك الملك، تؤتي الملك من ايه؟ وتنزع الملك ممن تشاء، كان يعني متمسكين به وعاملين كده ينزعوا كده زي ما ينزع البتاع، انما الاتيان تعالوا تنزعه. يبقى فيه نازع وهو الحق، والمنزوع منه والمنزوع الاثنين متماسكين. لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. العتي دي الجبروت الطغيان. احنا قلنا جبروت وطغيان قد يكون في مظهر الضعف، زي ما قلنا الكبر عتية، فاكرين الكبر عتية؟ طب ده الكبر ضعف، ما الكبر عتية. أم قال لك العتي هو الجبار اللي محدش يقدر عليه، والكبر لما يجي للجسم محدش يقدر عليه أبدا، يبقى عتي. نعم تعال قوي، ايه يعني الحكاية دي؟ قال الدنيا، في الدنيا لما استقبلوا رسالات كان فيه اناس يضارون بانتشار الرسالات دي، لان الرسالات جايه عشان تؤكد حق وتثبت سواسيه في الخلق، وما فيش الا اله واحد، والكل بالنسبه لمنهج الله ايه؟ سواسيه. في ناس عايشين في الدنيا مش كده، في ناس عايشين في الدنيا جبارين وطغاه واسياد ولهم عبيد، وده قوي وده ضعيف وده غني وده فقير وده صحيح وده مريض. فجاي الدين عشان يعمل ايه؟ استطراق عبودي. مين اللي يزعل من هذه المساله؟ الاقوياء اللي واخدين حظهم يزعلوا. لما يزعلوا يقوموا يعادوا اللي جاي يعمل الدين ده، يقفوا له اعداء، وبعدين اتباعهم يبقوا وياه، يبقى فيه تابع وفيه ايه؟ متبوع. بقول يوم القيامه بقى السيطره بتاعت دول كانت في الدنيا، هنحضرهم جميعا حول ايه؟ جهنم ايه؟ جسم. وبعدين نبتدي بمين بقى؟ نبتدي بالفتوات الجبابره الاول. لننزعن من كل شيعه ايه؟ ايهم اشد على الرحمن عتيا. الجبار الاول نجيبه الاول. طب ليه؟ ايه الحكمه دي؟ علشان ينزل امام اللي كانوا تابعينه، وعشان اللي تابعينه يقطعوا الامل. يمكن لو خد الاول الضعيف يقول لك ده القوي هيتدخل، وهم قالوا شفعاءنا وهيتدخل. لا، هو خدوا من الايه؟ خدوا من الاول. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم ايه؟ هناك الايه الثانيه، ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن ايه؟ يكذبوا باياتنا فهم ايه؟ يوزعون. فهم يوزعون، نجيب فوج كده من الايه؟ من الكبار. ناخد الايه الاول اللي هم الفتوات. افرض ان واحد مثلا فتوه في حته، وبعدين راح حتة تانية مطلعوا عليه بقى مثلا الناس عايزين يضربوه، زي زمان كان يحصل الحسينية والمش عارف الايه، يوم هو يروح منمر على الفتوة الكبير فيهم، ويروح ماسكه ويروح هضره في الايه؟ في الارض. خلاص يقوم الكل يعمل ايه؟
اهدي ثم لننزعن من كل شيعة، يعني اناس متشايعين على رأي باطل، لننزعن من كل امة ايه ايهم اشد على الرحمن ايه اتي. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن ايه عتية. ثم ولذلك هناك في القرآن لما يجي فرعون بقى اللي ادعى الألوهية، ما في جبروت دون الألوهية، إنما دي أكبر جبروت بقى ادعى الألوهية، أم قاله هو بقى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، هو اللي يوديهم لحد النار. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. احنا نعرف من اللي أولى بالنار دي أولا، وحيقولوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربهم ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم إيه. نعم. وبعدين يجي يديك بقى الصورة بقى، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يقول لك احنا ما أهنا. الله، تبقى المسألة ده مشهد إيه، مشهد هيبقى فظيع، او بين المؤمنين والكفار من جهه، وبين الكفار وبعضهم من جهه، وبين المعبودين من الخلق والعابدين لايه للخلق، هتبقى مشهد يا جماعه. نشوف بقى ليه. نعم. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا، اي استلاء واحتراقا ودخولا في النار، عارفين الاولى، يعني هنعمل لهم اولويات. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. وإن منكم إلا، ذا الخطاب بقى عام بدليل ثم ننجي الذين اتقوا، يبقى أكن وإن منكم يعني أتقياء وغيره، إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. نقول له تعالى بقى، ما هو الورود أولا؟ الورود هو الذهاب إلى مصدر الماء لنأخذ منه السقايات، الإرب والصفايح والمش عارف إيه عشان نأخذه. ولما ورد ماء مدين رايح إيه؟ وجد عليه أمة من الناس إيه؟ ووجد من دونهم إلى آخره. يبقى الورود هو إيه؟ الذهاب إلى الماء علشان ناخد المية نشربها في بيوتنا أو في مصالح. لكن هل الورود هو الشرب؟ طب هو ورد ماء مدين يعني وصل إلى الماء، وبعد ذلك كنت تشرب ده ما تقول بئس الورد بقى. لكن لما ترد بس، يبقى إذن الكلام عام في من اتقى وفي من أجرم. كلنا هنروح لحد النار ونشوفه. ليه؟ قال لك لأن الصراط مضروب على متن جهنم. فإذا ما رأى المؤمن النار الذي نجاه الإيمان منها يحمد الله على أن زحزح من النار. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.